كان هناك أقوال عن الإعمار في غزة وعمل كل هذه الأشياء، وكانت مصر هي المنوط بها الإعمار في غزة. ما قصة هذا الإعمار؟ إلى أين وصل؟ يعني قضية الإعمار الاحتلال في حرب سيف القدس العام الماضي في عام 2021 أقدم على ارتكاب عدوان همجي بحق شعبنا الفلسطيني، ودمر المباني ودمر الأبراج ودمر المنشآت السكنية ودمر عدد من المساجد، وبالتالي شعبنا وأهلنا في قطاع غزة لا يزالوا مشردين ويعانون الأمرين بسبب يعني موضوع الإعمار. هناك جهود مصرية مبذولة ومشكورة في ملف الإعمار، وعجلة الإعمار بدأت تسير في إعمار ما دمره الاحتلال الصهيوني من أبراج ومن مباني ومن شقق سكنية ومن بنى تحتية، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعني يحاول بين الفينة والأخرى تأخير عجلة الإعمار والتضييق على شعبنا الفلسطيني من خلال إغلاق المعابر، من خلال إدخال المواد الأساسية والمواد الخام، من خلال التضييق على شعبنا الفلسطيني قبيل العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة. الأسبوع الماضي الاحتلال أغلق على قطاع غزة كل المعابر ومنع إدخال كل ما يلزم قطاع غزة، حتى منع إدخال السولار لمحطة الكهرباء التي يعني تولد الكهرباء في المستشفيات للمرضى ولغسيل الكلى وللمقرات الصحية وللرعاية الطبية. السولار منع إدخاله وأغلق المعابر، المرضى أرجعهم. وبالتالي الاحتلال في ملف الإعمار يحاول أن يؤخر وأن يغير ملف الإعمار ويمنع دفع عجلة الإعمار أن تمضي إلى الأمام بهدف تركيع شعبنا الفلسطيني وابتزاز شعبنا الفلسطيني. ولكن هناك بالحقيقة جهود مصرية وجهود أممية مشكورة تقوم بملف الإعمار، وعجلة الإعمار تسير ولكن تسير بشكل بطيء لا يتناسب مع حجم الدمار والخراب الذي خلفه الاحتلال الصهيوني. قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة في عام 2020-21 حرب معركة سيف القدس تكبد خسائر فادحة كبيرة جدا جدا في البنية التحتية والمنشآت والأبراج والصحة والمساجد والمدارس وكثير من القطاعات الزراعية والقطاعات الصحية، وبالتالي بحاجة إلى دفع أكثر لعجلة الإعمار، إسناد أكثر للمتضررين للناس المشردين. والاحتلال ضاعف الجريمة حينما شن عدوان جديد أيضا قبل أيام على قطاع غزة وارتكب مجازر بحق المدنيين الأطفال، وارتكب مجازر أيضا حينما قصف المباني على رؤوس ساكنيها من الأطفال. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 20 شهيد من الأطفال، معظمهم لا يتجاوز عمره 15 عام أو 12 عام، أطفال أبرياء قصفتهم طائرات الاحتلال الصهيوني. وبالتالي المعاناة في غزة يمارسها الاحتلال الصهيوني بالحصار، تضييق الخناق، التشديد، إغلاق المعابر، منع السولار، منع خروج المرضى، منع دخول المستلزمات الطبية، تأخير عجلة الإعمار، ارتكاب مزيد من الخراب والدمار في البنى التحتية، وكل هذا يتحمله الاحتلال. وبالتالي قطاع غزة بحاجة إلى جهود كل أحرار العالم لإسناده وإعادة إعماره ما خربه الاحتلال وما دمره الاحتلال الصهيوني.